Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ida and I do cleaning and organizing videos. Today I will share some mixtures that I use for my hair, and it helps a lot, and my hair grows like crazy. I will share it with you. I hope you're gonna like this video. Thank you so much for watching. صغاركن حواتم قاعد حمز اخن سمي ايدا نبهل لو ما انت خاني كمي غير تشغري ابقى ربا غيز غمزن وحكو مساحت كن شير كغبري كنت فوتو از فيديو خاني تسفا يكبر. اوكي جايز I've been using rice water and vapor rub before I wash my hair and after, so my hair is growing like crazy. It adds a lot of inches, like you see. It's healthy and then it's growing back to where it was before. I told you about how my hair been so damaged, so I will show you how to make the mixture. بعد حواتي نجرا كنيرا كرم حجي شغري بتعمي تبلا شنيرو بقى متكع كساس سنسو انو يخوي نيرو حجي قن زي انكل تانا قرات رخي برلغو مو مساحة كن شير كقوري شغري زحلة فاقي زخري ايكن كرلغو اتعبي اوري اغلا اتعبي اونا ويحو تخري ايكن كرلغو سابزي تات قلع ينيرو كن لز قلع وسيو سو كمي جير خمزن وحكو شغري تسالة رحو اخري ايكن يتنا ناي روز ماين كستيكا زمين تلاتيم كرمي محتابي شغري ابز اغرو يلاقي يوم عليتي لغي ابلا حدا اسرا دعا قليت انا حمش شو يحت ابو مساجي قبرو مش منافي تخفت سو ندار اخو نايب حقي كان انا يكون كندر وزغا ما ندا اورو تسكوي مالاتي كستيكا خلالي ندا بولكو دا اورو تسكوي بس تزحل فاكي زغتري او خلا خنسي كنمتا يوسي خلو So, okay guys, I use about a cup of rice and about 2 cups of water. So, خبر كنا حوات بار حدا كوباية زغون روس تقيمة مالتيو لحر كل كوباية زغون كعمي. First, you need to wash your rice very well. مجمريا بدن بغن حت وينا لحر ماين ملقو مالتيو كتين كل كوباية كم زغون مالتيو. So have an hour until 24 hours. You have to let it sit and you remove the water. كفرق ساعة ساعة سنة أربعة ساعة زلو تتنحو خمس غير كن مالتي نات كن مرج مالتي كن دي ساعة كم تقبرو ده حر كم غير كن تصفوفو ما مايو مالتي ده حر بوتل على نعنى ناي سبراي أو مليئيو مالتي ده حر فريش سقمتو and then you strain the water and fill it into the bottle and keep it in the refrigerator. You can keep it about 2 or 3 weeks. ساعة ثلاثة سمونا فريش سقم تقعد غلاغ. Okay guys, after 24 hours, this is what it look like. So when you shampoo your hair and everything, after you put conditioner, you wash your hair thoroughly and then you apply on your hair good amount and stay about an hour. You have to do it once a week. Don't do it more because it has a lot of protein. It can damage your hair. Once a week is enough. And after 1 hour, you wash it off, and then you style it like you always do. Okay, حواتي كم زيد مثل تحري 24 ساعة مسألة قوة مالتي زي كريك نيلة. So زي أفرج يقعد أمد أو you gotta put it in a fridge. Do not forget. So مستحات أبكن أقول خن شامبو غير كن كونديشنر قال كله مسألة كابز سبراي تقبل كم زيد كن قط قط كن مالتي سبراي غير كن أقول خن حدا ساعة تقعد فوق تحرت حت أبو نزغاك المهم I use vapor rub before I wash 15 minutes or 20 minutes I put it on the roots so it massage my scalp so it's like it opens the scalp and your hair you know it's easy to clean and then your hair can breathe so this helps a lot. So those two things help me to grow my hair in short. Okay?
وراي تحواتين بعد إذا مين ثلاثة مري إخنا على غد إذا نيج ساعة قال إنه جبره كل ما محتاب كن قاع إسرع دقائق قال ما لخون كله عبز أجر أجر له خيا هجي كم زما سجك جبركن هجي تمنع في تغفات مش تتشاورت تبقى كني توقع هجي أنا كمان سكندي شعي قريت كندي جز قريت يا مثيلك بالحلة تزرع أخو خن مالج وأنا تبلش شو سلزر له دا قرطكو تي لز قدامن دا قرطكو حد شي زبق ولا حد صغري سو زين صغري بتعمي صبو غيرو لي سو مساحات كن شير في جبريل فليت خابات كن قال لي كونس يعني عيد حاجه زت نس مساحات كن كافله كن علقو زين اي روز واتر قعد تاريخنا اخا اب كل يوتيوب تروح وقت رخ لا يخن فليت ادي كونس كاب اتني رايو انا خما في جبرا رايانسي قرمشت شرح مالتي سو لو مصبح داول بلكو اي بلكو نيري حجكن ستيلة قبر للقم، أوكي؟ okay.